السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم. طلب مني أخي أبو عمر حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه أن تكون هناك كلمة حول نواقض الإسلام. إن الله تبارك وتعالى خلقنا لغاية عظيمة ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، فقال جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأصل في الإنسان أن يحقق هذا الأمر الذي خلقه الله تبارك وتعالى لأجله، صلى الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم جميعا على دينه وأن يهدي من ضل. فإذا دخل الإنسان في هذا الدين العظيم، دين الله تبارك وتعالى الإسلام الذي لا يقبل الله سواه سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو دين آدم ودين نوح ودين هود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى ويونس وزكريا ويحيى وسليمان وداود ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. كل الأنبياء جاءوا بهذا الدين العظيم الذي هو الإسلام، وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى والانقياد له. فإذا دخل الإنسان في هذا الدين العظيم والتزمه قيل له إنه مسلم. ولكن قد يفعل الإنسان بعض الأشياء أو يقول أو يشك أو يعتقد أموراً يخرج بها من دائرة الإسلام، وهو ما يسمى عندنا بالردة، وهو الخروج من دين الإسلام بعد الدخول فيه. وهذه الردة لها أحكام، وليس هذا موضوع حديثي معكم، وإنما حديثي معكم هو ما هي الأشياء التي إذا فعلها الإنسان أو قالها أو اعتقدها أو شك فيها خرج فيها من دين الله تبارك وتعالى، من دين الإسلام. نستطيع أن نقسمها إلى أربعة أقسام: قولية وفعلية وشكية واعتقادية. ذكر منها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى 10، وإن كانت كأمثلة وعلى سبيل التفصيل قد تزيد على 70، كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عندما سئل عن الكبائر: 7 هي؟ قال: هي إلى 70 أقرب. وإن شاء الله تعالى تكون سلسلة مبسطة يسيرة سهلة في ذكر هذه النواقض أو بعض النواقض التي ينبغي المسلم أن يحذر منها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.